شايف ان احنا في ناس بتدرس جامعه طلب او جامعه اوسع من ممكن في مدرسه اسكندريه هتقول يعني الفنان سمير صبري كان علاقته بنهال كانت عامله ازاي؟ لا علاقه عشره عمر. عشره عمر. يعني علاقه وطيده جامده جدا انا وهو كنا اصحاب يعني. هو بيحب الناس جدا هو الله يرحمه. اخر حاجه كان اخر لقاء كان ما بينكم كان حصل فيه ايه او دار فيه ايه؟ عادي هزار وضحك يا عنبر وعنبر للابد كان مسميه دايما عنبر للابد ويقعد يهزر معايا ويضحك ما كانش في حاجه هو على فكره كويس لغايه قبل الوفاه بثواني يعني. مش في حاجه هو جاله فجاه ما كانش فيه وصيه مثلا كان هو سايبها او كان بيشتكي من الوحده هو كان طول ما كانش لوحده طول عمره احنا كنا بنروح له البيت وكان ياخدنا ويخرج دايما عمره ما كان قاعد لوحده يعني عمره ده طول الوقت في وسطينا يعني بص عنده شله كبيره جدا من الصحاب وعلى طول معاه وحتى في المستشفى حتى في الفندق يعني على طول ما بيسيبنا ما حدش بيسيبه عايزين نعرف ان حضرتك تفاصيل الجنازه الجثمان هيتحرك كام دلوقتي هيتحرك بعد شويه رايحين على الشيخ زايد شرطه جامع الشرطه هنصلي عليه ان شاء الله ونطلع على اسكندريه المناره ان شاء الله المدرسه بقى لله عايزين نعرف بس اخر الاجراءات ايه اللي تم احنا خلصنا الغسل دلوقتي ودلوقتي الجثمان هيتحرك على الشيخ زايد مسجد الشرطه صلاه الظهر وهنعمل على الاربع تكوينات ونطلع على اسكندريه مين اللي موجودين من الفنانين موجودين هنا النقابه موجوده جوه انا والاستاذ نهال عمر والدكتور اشرف تركي معانا وخلاص الغسل طلع دلوقتي وفي بقى الفنانين هناك موجودين عندنا الشرطه طبعا تواجدت في الداخل في الدرجة. مين؟ اسره الفنان الكبير موجوده هنا اصحاب معظم قرايبه يعني بس هو ملوش قرايب من الدرجه الاولى يعني ملوش قرايب من الدرجه الاولى طب مين اللي موجود جوه موجود الاستاذ حسن وموجود حسن موجود